ايه المشكله يعني؟ انت ممكن عشان انت يعني معلش معلش عشان انت يعني راجل فعادي ما ممكن تعمل اي حاجه. بس لا لا اصل يعني ايه استني بس اصل انا فاهمك على فكره. هم مش فاهمينك. لا 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 هم كلهم فاهميني. لا والله انا اللي عايز افهم عشان انا اتفضل. ايه علاقه راجل وست بان انا اخد يعني؟ لا يعني انت يعني مثلا اخد قصافه واقص ضوافري وانا قاعد بتعشى عشان انا راجل؟ لا ده موضوع تاني. طيب ما هو الراجل وبعدين ما تدخلناش في راجل وست عشان ده حوار. ده انا هموت وادخلك في الراجل والست صراحه. حوار ايه عمرو؟ خلاص ما تنكرش ان انت مسيح مني انا. لا لا ان انت دايما عندك فكره انه انا راجل وانت ست فانا ينفع اعمل كده وانت ما ينفعش تعملي كده. انا كده انت هتطلعيني هتظلميني قدام الناس؟ لا والله انا بص ما عنديش اي فكره عن اللي هي هتتكلم فيه. طب قول اتفضل. اولا انا شايف ان مؤخرا ودي حاجه والله تبسطني جدا ان فكره ان الستات مش بس في الوطن العربي في العالم كله بياخدوا حقوقهم واحدة بواحدة أحسن من الأول. ده حقيقي؟ كتير والله صدقيني كتير. والاتجاه رايح في عالميا لفكرة نصرة المرأة وحقوق المرأة وأن المرأة ما تبقاش حقها مهضوم بغض النظر أن أحسن ناس بتطبخ في العالم أحسن شيفات رجالة أحسن ديزاينرز بيعملوا فساتين للستات رجالة بغض لا يا حبيبي ثانية مش موضوعنا يا دينا مش موضوعنا لك. لا بس ثانية واحدة أحسن ناس بيعملوا أكل رجالة وأنت شايفة غير كده؟ معلش ثانية واحدة لا ما تدخليش أمي في الموضوع لا هتدخل ولا تدخلي حبيبتي بسلم عليها طنط مثلا طبخة وحش كيندا طبخة وحش يعني اعظم احلى اكل في العالم هو اكل امي وبعديه على طول اكل كندا طيب. بس اشهر شيفات في العالم شيفات رجاله. طب اهو هو انا ما قلتش حاجه على فكره. هو ليه وانت عارف كل اي شيف انت عارفه مش كلهم. ممكن يبقى فيه لا معلش مش ممكن تبقى فيه بنت مش واخده حقها فعشان كده هي مش معروفه.